وهو الحديث عن والدتي رحمها الله رحمة واسعة. فالوالدة توفاها الله سبحانه وتعالى منذ شهر بالضبط، توفيت في 16 من نوفمبر، ونحن اليوم في 16 من ديسمبر. فالوالدة كانت مثالا عظيما لي في الإنسان الصابر، وربما يعني جاءتني بعض الأفكار التي تقول لا تتحدث عن الوالدة، ربما الناس سيظنون كذا. لا، لكن عندما جلست مع نفسي قلت في سلسلة كانوا بيننا تحدثت عن أناس ثقة في من سمعت منهم من أقاربهم وأصحابهم، فما هو المانع الذي يمنع أن نتحدث عن الوالدة رحمه الله رحمة واسعة؟ فالوالدة مرت بابتلاءات كثيرة في هذه الحياة الدنيا، فمن أولى تلك الابتلاءات أنها بعد زواجها بالوالد حفظه الله، وبعد حملها بي فأنا البكر، وعند ذهابها يعني الوضع ولادتي بعد ذلك بمدة يسيرة صار انفصال بين الوالد والوالدة، وهذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى مع يعني الأسباب التي حدثت، ولكن هذا أمر يعني مر وقدره الله سبحانه وتعالى. فكانت أولى الابتلاءات في حياتها أن يكون هناك فراق بينها وبين زوجها الأول. ثم بعد فترة تزوجت برجل آخر، وقدر الله سبحانه وتعالى كذلك أن يذهب هذا الزوج في رحلة تجارية، وهذا الكلام أتحدث عن أفريقيا وبالذات جمهورية تنزانيا التي ولدت فيها والتي عاشت فيها الوالدة ودفنت هناك رحمها الله رحمة واسعة. فالوالدة بعد زواجها الثاني ذهب الزوج في رحلة تجارية في دولة مجاورة، وقدر الله سبحانه وتعالى كذلك أن يقطع طريقه بعض قطاع الطرق فيقتل في تلك الرحلة، فكان هذا ابتلاء آخر. مع ذلك الوالدة رحمها الله رحمة واسعة تسلحت بسلاح الصبر الذي لا يكون إلا منبته سلاح التقوى. ثم جاء الابتلاء الطويل عندما قرر الوالد أن يأتي بي صغيرا إلى عمان إلى بلادنا الحبيبة لأعيش تحت كنف عمه جدي رحمه الله رحمة واسعة. فصار هناك فراق ما بيني وبين الوالدة 11 سنة، 11 سنة لم ترني ولم أرها، ولم تكن السبل الآن متاحة كما هو الحال الآن، تواصل وهواتف وغير ذلك. لذلك كان ذلك ابتلاء عظيم للوالدة رحمها الله رحمة واسعة. وكان التواصل بيني وبينها على فترات برسائل ترسل ولا تصل إلا بعد شهرين من الإرسال ثم الرد، يكتبه عني أحد المقربين ويصلها بعد شهرين وهكذا، ولكنها كانت صابرة. ابتليت بكذلك الحالة المادية، فكانت الحالة المادية التي عاشتها يعني صعبة، وكدت في ذلك كدا
عظيما، سواء كان في المجال الزراعي أو في مجال طبخ بعض المأكولات وبيعها، ووفقه الله سبحانه وتعالى لأن تنال يعني ثقة من تعامل معها في المجالين. وبدأت الأمور تنفرج، فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن بعد العسر سيأتي يسر. بعد مرور فترة ذهبت للقائها في المرة الأولى بعد 11 آمن. ولكن العجيب، وذلك ربما من فضل الله سبحانه وتعالى، أن علاقتنا، علاقتي مع الوالدة رغم هذا الانقطاع الطويل، كانت علاقة كأننا كنا نرى بعضنا كل يوم. فبعد التيسر ووسائل التواصل بدأت مرحلة المهاتفة. قبل ذلك يعني كنت أطلب منها أن تأتي إلى المدينة، حيث كانت تسكن في قرية نائية، فتأتي إلى المدينة في تاريخ معين فأتواصل معها. لسانها كان دائما حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على كل حال. ثم تطورت وسائل التواصل، وأيضا قدر الله سبحانه وتعالى بعد انتهائي من الدراسة صرت أذهب وأزورها وهي تأتيني، فكنا عاما تأتي وعاما أنا أذهب إليها. لكن ما تميزت به الوالدة يعني تواضعها الجم في وتقبلها للنصائح، حتى لو كان ذلك من ابنها أو بناتها أو أي أحد. فعندما علمت فضل قيام الليل كانت دائما تحرص على قيام الليل، وعندما علمت فضل صلاة الضحى كانت تطيل في صلوات الضحى، حتى يعني أسأل الله أن يعفو عني، عندما كنت أزورها يعني أمكث معها في بعض الأحيان أسبوعين أو أكثر شيء قليل، فكنت أتمنى أن أكون معها في كل الأوقات. فعندما تذهب لصلاة الضحى كانت تطيل، وكانت لها سبحة بقيت معي إلى الآن أحتفظ بها. فكانت تحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، وكما قلت كانت تتقبل أي نصيحة أو أي توجيه في أمر الدين، ولا تتردد أبدا في أن تغير مسارا ربما كانت تسلكه. فمن ذلكم أن الجهل الذي كان يعم بين الناس ووضع بعض الأموال الربوية حتى يعني تأتيهم ما يسمى بالفائدة أو ما يسمى بالربا، فعندما علمت بذلك يعني بأن ذلك محرم، وذلك الجهل منتشر عند كثير من الناس في تلك البلاد، بل حتى هنا من يتعمد ذلك مباشرة، قالت لا شيء، لا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى علي. ومن صفاتها رحمها الله رحمة واسعة أنها، علمت بعد وفاتها وسأتحدث قليلا عن خاتمتها إن شاء الله سبحانه وتعالى، عندما توفاها الله سبحانه وتعالى علمت بأن الوالدة التي عاشت مرحلة كما عاش كثير من أبائنا وأجدادنا، مرحلة التقشف والفقر وكذا، عندما تحسنت الحالة المادية عندها
يعني علمت بأن لها صدقات خفية كثيرا لم أعلم عنها إلا بعد وفاتها، سر بينها وبين الله سبحانه وتعالى. وقد علمت ذلك بأن إحدى أخواتي من الوالدة هي التي كانت تعتبر كأمينة السر، فكانت وصية الوالدة لها تقول: إذا جاءكم سائل لا تردوه خائبا، اعطوه ولو الشيء اليسير، إلا إذا وصلتم إلى مرحلة لا تملكون شيئا هنالك اعتذروا له، أي لهذا السائل. سبحان الله، لم أكن أعلم بأن الوالدة رحمها الله رحمة واسعة عندها هذا السر. وجدتي حفظها الله وهي أم الوالدة، كانت الوالدة تهتم بها كثيرا وتبرها برا كثيرا، فعندما تمرض الجدة تمرض الوالدة، ودائما يعني تفكر كيف تحسن من حالة أمها، فبفضل من الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تبني لوالدتها مسكنا قريبا منها حتى تكون تحت ناظريها. وكانت من وصيتها لنا جميعا تقول: إن أمي كانت تحت رعايتي، فالآن تنتقل المسؤولية إليكم أنتم، وأنتم مسؤولون عنها ما بقيت على قيد الحياة. فإذا بر الوالدين امتازت به، لأن والدها الذي هو جدي توفاه الله سبحانه وتعالى، وهي التي كانت ترعاه في مرضها حتى غادر هذه الحياة الدنيا. ابتليت الوالدة بعدة أمراض، منها ما يسمى بالديسك، وأيضا بالغدة التي بسبب العملية الجراحية يعني كان لها أثر في زيادة الوزن عند الوالدة. ابتليت كذلك ب يعني مرض القلب، كان عندها ضعف في عضلات القلب. لكن إحدى صديقات الوالدة عندما جاءت لتعزيني كانت تقول: أن أمك لم نكن نعرف أو لما كنا نستشف منها هي مريضة أم هي سعيدة، لأن الوالدة امتازت الابتسامة التي كانت لا تفارق وجهها، وفي أحد الرسائل كانت تقول لي يعني أحد أقاربها وقد أسمعني تلك الرسالة، تقول: لا تقلقوا علي، يعني المرض هذا أصبح بالنسبة لي عبادة، وأحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما ابتلاني به. فكنت دائما واسيها فأقول: ليس هناك عند الله سبحانه وتعالى، يعني باللغة العامية أقولها ما في شيء بلاش عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما يصيبك الآن هو خير لك بإذن الله سبحانه وتعالى. وقالت وكانت تقول: نعم أعلم ذلك، لذلك أنا شاكرة وممتنة إلى الله سبحانه وممتنة لله سبحانه وتعالى على ما قدره لي، لأنه خير لي. الوالدة رحمها الله رحمة واسعة أيضا امتازت بالأمانة، فكنت أبعث لها قبيل كل شهر رمضان، ليس من جيبي وإنما من جيبي وجيب أيضا الإخوة والأخوات الذين كانوا يشاركون في إفطار الصائم في المنطقة التي كانت تعيش فيها الوالدة. فكنا نبعث لها يعني مبالغ فتشتري من الأرز والفاصوليا وغيرها من المؤن الغذائية التي يعني يحتاجها الناس في الإفطار.
فكانت تفرح لذلك العمل، يعني فرحا شديدا، وتبلغني بأن المسلمين الفقراء هناك يعني يشكرون الله سبحانه وتعالى ويدعون لنا جميعا، ليس لي فقط، لها ولي ولكل من ساهم. ولعل هذه الدعوات تصيبنا بإذن الله سبحانه وتعالى بخير. وكانت أمينة، فكنا نبعث يعني لها مبلغ ما يكفي لخمسين عائلة، ولكن نتفاجأ ببركة يدها وحسن تدبرها بأن ذلك المبلغ وسع واستطاع أن يغطي 70 أو أقل قليل 65 عائلة. وعندما كنت أسمع ذلك أفرح وأقول سبحان الله، تلك البركة، يدها وجهدها رغم تلك الأمراض، رغم ذلك تلك المعاناة، لكن يعني كانت تقوم وتشرف على العمل بنفسها. وفي آخر رمضان قالت لأختي: شوفي هذا الدفتر اللي عندك الآن فيه أسماء المحتاجين. فقالت لأختي: احتفظي بهذه الأسماء. فقالت أختي لها أو سألتها: لماذا تقولين لي ذلك؟ فقالت: لعلي لا أكون معك لعلي لا أكون معك في رمضان القادم. سبحان الله، كيف أحست الوالدة، وكيف، ما هو الشعور الذي انتابها حتى تقول هذه الكلمات؟ ذهبت بها إلى العمرة مرتين، وبسبب يعني مرض الديسك هذا الفقرات، قمت ب يعني طافت بنفسها، وعند السعي كنت يعني أقودها على العربة. فعندما رأت ذلك الجهد اليسير جدا الذي قمت به لها، قالت يعني قالت: لقد أوفيتني حقك، حقي. قلت لها: والله لم أوفيك أي حق، وإني مقصر. فدعت لي بالبركة والخير، وما أعيش فيه إنما هو ببركات دعواتها بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم، حتى لا نطيل، فالوالدة رحمها الله يعني درس وكتاب ومثال في الصبر والتحلي يعني بالحكمة. فعندما تلم بي بعض المشاكل المالية وغيرها، كنت أحب كثيرا ما أتواصل مع الوالدة رحمها الله رحمة واسعة. وكانت تمتاز أنها لا تنظر إلى الجانب العاطفي، كانت بسبب تجاربها في الحياة، فكانت دائما ترشدني إلى الصبر والتحلي بالحكمة وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات أيما كانت في أي جانب من الجوانب. قدر الله سبحانه وتعالى أن أزورها في نهاية العام الماضي، على أمل أن تأتي هي خلال هذا العام لزيارتنا. وقدر الله سبحانه وتعالى منذ تقريبا 3 أشهر أن تسوء حالتها فجأة، فقالوا الأطباء لا بد أن تنتقل من منطقتها إلى العاصمة الاقتصادية بتنزانيا وهي دار السلام. وكنت أتواصل معها شبه يوميا عن طريق يعني المرئي، فعلى أمل إني أن أفاجئها بزيارة، لأن الحالة الصحية كانت كما تقول، هي دائما تقول: يا ابني لا تقلق علي، خلاص تعودت من الأمراض، تعودت على الأمراض هذه منذ سنين، وهي أمراض اعتيادية ستمر. ف
قدر الله سبحانه وتعالى وهي هناك بعد مكوثها لما يقارب الأربعة أسابيع أن تسوء حالتها، وأن يأتينا خبر بأن الوالدة يعني نومت في العناية المركزة. لكن العجيب أن الوالدة قبل أن تغادر بيتها، والمسافة ما بين المدينة التي كانت تسكنها ودار السلام هذه مما يقارب 1200 كيلومتر، قبل أن تغادر بيتها، طبعا هي متزوجة ولي إخوان وأخوات منها، فكان يخبرني الزوج زوجها وهو عمي، يقول يعني في الأسبوع الأخير قبل ذهابها إلى دار السلام، وأسأل الله أن تكون في دار السلام يوم القيامة بإذن الله، كانت لا تنام، فقال لها نامي ارتاحي، فقالت لا، هناك أمانات وهناك أمور لا بد أن يعني أبلغها لابنتنا التي هي أختي. فقال لها لماذا تقومين بهذا، أنت سافرت كثيرا ورجعت وكذا، قالت لا، لعلي لا أرجع. سبحان الله، في كل أسفارها كانت تحب أن تصطحب كفنا من عندي، فكانت تقول أحب أن يكون الكفن مني أو من أولادي، وأن لا يكون صدقة. فجاءنا اتصال على أن الوالدة يعني ساءت حالتها الصحية وأدخلت العناية المركزة، ورغم هذه الظروف المعروفة الآن والجائحة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمني واستطعت أن أستقل أقرب الطائرة فذهبت إليها وهي في العناية المركزة. ففور وصول المطار هنالك ذهبت مباشرة، والله يسر لي أن أراها، وكانت في حالة يعني من يعني ما بين الوعي وفقدان الوعي بسبب الأدوية. ثم جئتها في نفس اليوم عصرا وكانت مستيقظة بكامل وعيها، سألتها تعرفينني، فأشارت هزت رأسها نعم، فقلت لها يسلم عليك أهل عمان، فلأن كان هناك أنبوب أكسجين في فمها فما كانت تستطيع الحديث، فكانت تشير هكذا، قلت تعرفينني، أشارت مرة ثانية، حتى أسليها كنت أقول لها أن عيد ميلادي قريب، هل تذكرين التاريخ، قالت نعم هكذا، ثم قلت لها يا أمي اذكر الله سبحانه وتعالى واشكريه، فلسانها كان يلهج واضحا بذكر الله سبحانه وتعالى، بل قبل أن يعني تنوم في المستشفى عندما زادت حال عليها الحالة الصحية أو ساءت، كانت تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا في الطريق حسب ما أخبرني الأخوات والإخوة الذين كانوا معها. ثم وأنا أتحدث إليها إذا بها ترفع اليدين وكأنها تدعو لي، وثم بدأت بالدعاء وهي تؤمن، وكان ذلك يوم الخميس. ثم جاء يوم الجمعة زرتها مرة أخرى وكانت في وعيها، وقدر الله سبحانه وتعالى يوم السبت أن تصاب بسكتة قلبية أصابتها أدخلتها في غيبوبة، ويوم الاثنين عند صلاة الظهر يعني فاضت روحها إلى بارها. العجيب أن تذكرون أني قلت أنها كانت تقول أحب أن يكون الكفن مني أو من أبنائي، لا أريد أن يكون صدقة. العجيب أن هناك دافع دفعني بقوة أن أحمل كفن الوالدة في يدي، وعندما وصلت هناك خبأته، وكان لها ما أرادت أن الكفن كان من ابنها. عندما توفاها الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين، كنت قد زرتها الصباح ووجدت وجهها منيرا وتلك الآلام التي كانت تعاني منها وكأنها اختفت، حتى أنني استبشرت بشفاء أو تحسن حالة الوالدة، ولكن أمر الله سبحانه وتعالى مضى فيها. كانت تقول
لا أتمنى إن مت أن أوضع في الثلاجة. وفي تلك البلاد من يموت في وقت العصر ربما فرصة دفنه تكون قليلة، لأنهم لا يدفنون بالليل، فالله سبحانه وتعالى اختارها عند أذان الظهر. ولذلك استطعنا رغم الأمطار التي منعت حركة المرور إلا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لها ما كانت تتمنى، فدفنت رحمها الله رحمة واسعة، ولم نضطر لوضعها في الثلاجة كما كانت لا تتمنى. دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا، وهذا سأختم به وعذرا على الإطالة، دعوت الله سبحانه وتعالى أن يبشرني في الوالدة، فكما ذكرت بأن الوالدة بسبب عملية الغدة يعني كان بها شيء من الوزن، فقد يعني الحمد لله كانت خفيفة ويحملونها 4 أشخاص من كل طرف وكأنها يعني ليست هي. كانت هناك علامة الرضا في ملامح وجهها والراحة التي منذ فترة طويلة لم أرها فيها كما رأيت ذلك بأم عيني. دفنت في مكان، في مقبرة، وهذه المقبرة في بعض الأحيان يضطرون لنبش القبور القديمة لدفن الموتى مرة أخرى كما يحدث في مكة المكرمة في مقبرة الباقية لقلة المساحة أو صغر المساحة هناك، فالله سبحانه وتعالى كرمها بقبر ليس فيه أي ميت قبلها، سبحان الله. ما زلت ألح على الله سبحانه وتعالى أن يبشرني بشيء يعني في الوالدة من غير ما رأيت هذا، ما زلت كنت يعني ألح على الله سبحانه وتعالى. فجاءت البشرى من حيث لا أحتسب، أحد الإخوة أرسل لي رسالة صوتية فظننت بأن هذا الصوت صوته، ولكن كان صوت ابنته التي لم ترى الوالدة. وهذا الصديق وهذا العزيز الحبيب هو من هنا من عمان، وأنا هناك والوالدة ماتت هناك، فكانت الرسالة بصوتها، صوت ابنته مريم حفظها الله وبارك الله فيها. فقالت: عمي رأيت رؤيا، ولكن الوالد أخبرني أن أرسلها إليك بصوتي ليس بصوته. فكانت الرسالة الأولى هكذا. الرسالة الثانية تقول بأني رأيت في المنام بأن يعني بأني كنت في البيت لوحدي وسمعت طارقا يطرق الباب، فذهبت وفتحت الباب فإذا بامرأة لا أعرفها، فقلت لها: من أنت؟ فقالت لها: أنا أم، ألم تعرفينني؟ أنا أم الشيخ سعود، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا ممن أستحق أو أظن في نفسي أنني أستحق هذا اللقب شيخ سعود، ولكن هذا ما جاء في الرؤيا. فقالت: أنا أم الشيخ سعود الهاشمي. فقالت لها: تفضلي. فسألتها فقالت لها: لقد سمعت بأنك مت. قالت: نعم مت، ولكن الله سبحانه وتعالى بشرني في قبري بدخول الجنة، وليس ذلك إلا بفضله وبسبب اهتمامي وإرشادي وتربيتي للشيخ سعود. فتلك البشرى لم أكن أتوقع أن تأتي بهذه الطريقة، وأسأل الله أن تكون بشرى صادقة في تلك الوالدة العزيزة الغالية التي كنت أحادثها كل يوم جمعة، هذا المعتاد، وكنت أحادثها قبل وقوفي لعرفة، وكنت أحادثها بعد رجوعي من الحج، كانت تفرح فرحا شديدا
عندما تعلم بأننا عدنا بخير وسلام. ومن الرؤى المبشرة بأن هناك من الأهل من رأتها في المنام تأكل فواكه مختلفة وهي فرحانة ومنيرة الوجه. ولعل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى تنال الراحة ونتيجة صبرها في هذه الحياة الدنيا. نصيحتي: من كان له أم على قيد الحياة، ومن كان له أب على قيد الحياة، برهما، قبل الرأس، قبل اليدين، أطعهما، ألح عليهما بالدعاء. كنت ألح على الوالدة فأقول لها ادعي لي، فكانت تقول أنا أدعو لك دون أن تلح علي. فالدعاء الذي ينبع ويخرج من قلب الوالدين دعاء صادق. في بعض الأحيان حتى مشايخ أو العلماء قد تذهب إليه وتقول له ادعو لي فيرد عليك إن شاء الله، يعني ردا سريعا كذا، ولكن الوالد والوالدة يجلسان جلسة أو يصليان صلاة ثم يكرسان ذلك الدعاء لك. فالزم الوالدين فهما نعمة، ومن ماتت أمه ومات أباه أو كلاهما لا ينساهما بالبر بعد وفاتهما.